مواعيد الأكل المناسبة، عدد وجباتنا المناسبة بأثناء الدايت، أفكار كتيرة من الأطباق الصحية والمشروبات الصحية والسناكات رح تشوفوها بقناتي صحة وفكرة مع سافانا، وخليكن معي. بالنسبة لوجبة الإفطار بهذا اليوم حبيت أعملكن هيك شيء مختلف، عملت شريحتين من التوست فرغتهم من النص، لو عندكن توست أسمر فتاخدوا شريحتين، لو توست أبيض بتاخدوا شريحة واحدة فقط. مثل ما شفتوا كيف فرغت شرائح التوست وجبت بيضة حطيت عليها رشة ملح الهيمالايا ورشة فلفل أسود، فيكن تحطوا ملح عادي لو بدكن. بعدين سخنت التوست على النار مع شوية زبدة وحطيت فوقهم البيضة وحطيت شوية جبنة موتزاريلا، فيكن تتخطوا خطوة الجبنة أو تحطوا أي نوع جبنة متوفر عندكن. بترجعوا الأجزاء يلي فرغناها من التوست وهيك بتضلوا تقلبوهن على الأجناب لحتى يستووا تماما. بعدين ببدأ بتشكيل الطبق الصحي. طبقنا الصحي لازم يتكون من جزء بروتين، جزء ألياف، وكمية من النشويات. النشويات هون عندي هي شرائح التوست الأسمر، الألياف أخذتهم من الخضرة اللي هي البندورة والخيار، أي نوع خضار متوفر عندكم فيكن تاخدوا. كمان أخذت هيك زبدية صغيرة من الزبادي رشيت عليها رشة نعناع. بالنسبة للبروتين حبة البيض اللي أخذناها فيها كمية بروتين حلوة ورح أكتفي بهذا بالنسبة لوجبة الإفطار. هلأ نجي للسناك. أنا اقترحت عليكم هلأ الجبس أو البطيخ الأحمر، ما بعرف ليش بيختلف اسمه من دولة لدولة، اكتبوا لي بالتعليقات شو اسم الفاكهة هي عندكم ببلدكم. بقترح عليكم تاخدوها لأنه سعراتها كل 100 غرام فيها 45 سعرة فقط، فسعراتها قليلة مناسبة كتير انها تكون كسناك وكمان مشبعة، ولكن تقيدوا بالكمية يلي شفتوها أمامكم بالفيديو. بننتقل للسوائل يلي بين الوجبات. لازم ناخد أشياء من غير سعرات حرارية، من غير سكر، من غير حليب. أنا اقترحت عليكم بهذا اليوم مشروب الكمون، رائع جدا لتخليص غازات البطن كمان لسد الشهية. بالنسبة للمي لازم تشربوا من 9 ل 12 كاسة باليوم، ضروري جدا بدايت ومن غير دايت، لأنه أعضائنا بتشتغل على المي مثل ما السيارة بتشتغل على البنزين. وهلأ رح نبدأ بوجبة الغداء. دائما تعلموا تاخدوا باليوم وجبتين، إما غدا وعشاء أو فطور وغدا. إذا كنتوا عاملين صيام متقطع خلال 8 ساعات لازم تاكلوا الوجبتين. بالنسبة لهي الوجبة مثل ما شفتوا، شوية شرائح خس قطعتهم حطيت عليهم كوبة من الحمص المسلوق جيدا، وانتبهوا تسلقوه كتير منيح لحتى ما يصير عندكم غازات بالبطن. كمان أخذت شوية خضار مشكلين، خيار، فلفل أخضر، بندورة، ليمون. كمان الدريسنج يلي استخدمته هون بصراحة أنا مشتريته جاهز، أحيانا بعمل دريسنج بالبيت وأحيانا بشتري جاهز، بحب إني شكل ونوع ودوق كل شيء وأعرف شو هي الشغلات المناسبة لإلي والشغلات غير المناسبة. بالنسبة لشرائح الليمون عم أوضح لكم إنه أنا باكل شريحة بقشرة، القشر كتير كتير مفيد، فلذلك أنا بنصح تاكلوا بقشرة. وعلى فكرة طعمه مانو سيء بالدرجة يلي متخيلينه، إنه مر ومانو منيح، رائع ولذيذ جدا. حتى إذا تعودتوا عليه ممكن إنكم هيك تشرحوا ليمون وتقعدوا تاكلوها وانتوا عم تتفرجوا على التلفزيون مثلا. وهذا طبق الغداء، بتصور انه طبق لذيذ رائع ملون، فيه كمية بروتين حلوة مع انه ما استخدمنا ولا صدور دجاج او سمك او بيض، يعني اقتصادي 100%. وبتمنى انكم تلتزموا وتحبوا نفسكم وما تحاولوا انكم تنقصوا من نفسكم، جسمك بيستحق انه يكون الافضل. شكرا لاستماعكم والسلام عليكم.